أول إشي نسأل حالنا إنه إيش هو المايكرو سيرفيس. خلينا نعيد. المايكرو سيرفيس هو عبارة عن A software architectural style. بالنهاية هو ستايل، بمعنى مش عبارة عن تولز أنا بطبقها بطلع مايكرو سيرفيس. أعطيك كمثال، لو أنا حكيت لك شو هو السبرينج بوت، أنت شو بتحكي لي؟ هو عبارة عن تولز، تمام؟ طب شو هي الجافا؟ هي لغة برمجة. فهذا مصطلح أنت بتعرف، أو التولز معينة هي بتشتغل واحد اثنين ثلاث. بالنسبة للسوفتوير هو عبارة عن ستايل. طيب فور سبليتنج، هنا الهدف كله فور سبليتنج البيج ابليكيشن، تمام؟ في عند هو هدفه الرئيسي عشان يقسم السيستم الكبير انتو سمول ابليكيشنز، يعني اني اجزئ السيستم الابليكيشن الكبير لا سمول ابليكيشنز، تمام؟ وهنا طبعا بدل ابليكيشنز من غيرها بسيرفيس، سيرفيسز انا بعرفش اكتب على الماوس. طيب تمام، بيشتغلن مع بعض to achieve a big system goals. يعني بالمختصر المفيد هو ستايل، طريقة كتابة كود معينة، زي كيف الـ MVC مثلا، انت حرة الاختيار بدك تكتب MVC وكتبي، بدك تكتب MVC زي ما بدك. يعني مثلا مش احنا بالسبرينج بوت كنا نكتب كنترولرز، طب انا بقدر اسميها دراكولا عادي ما حدا يلو عندي صح، بس هذا مسمى، بس احنا بنمشي على ستايل معين، تمام؟ فهذا الستايل اللي هو المايكرو سيرفيسز في له طريقه معينه احنا بنمشي عليها عشان نجزئ السيستم الكبير لسيرفيس صغيره او ابلكيشن صغيره بيشتغل مع بعض عشان يحققن فكره السيستم الكبير اللي احنا قسمناه. طبعا هان يعني بالمختصر المفيد باللغه العربيه نمط معماري برمجي لتقسيم تطبيق كبير الى تطبيقات صغيره تعمل معا لتحقيق اهداف النظام الكبير اللي احنا اساسا جزأنا. طيب نرجع لمثال المستشفى، يعني خلينا نرجع لمثال المستشفى شوي، اللي هو هذا المستشفى. حكينا في عندي سيستم كبير وهاي الانظمه قاعده بتشتغل مع بعض، تمام؟ هاي الانظمه قاعده بتشتغل مع بعض، هدفها الرئيسي الهدف الرئيسي الانظمه هاي انها تحقق لي هدف معين، انه تدير المستشفى بشكل عام، لكن كلها بتتواصل، ما بتتواصل مع بعض مباشره، حكينا بتتواصل عن طريق الداتابيس، يعني مع بعض عن طريق الداتابيس تتواصل. طيب هاي بالمختصر المفيد، وحكينا انه التوزيع غير عادل. خلينا هسه نشوف المايكرو سيرفيس. بالنسبه للمايكرو سيرفيس هنا عندي الوضع بيختلف شوي، بدنا نقسم السيستم الكبير لايش؟ لابلكيشنز صغيره، لكن في نقطه معينه رح نحكي عنها رح تخربط الدنيا، وانا هذا اللي بحكي لك دققت على موضوع المونوليثيك كثير. طيب في عندي حكينا اكثر من ابلكيشن، الابويتمنت، الكلاينتس، البيشنتس، وبيحكوا مع بعض عشان يحققوا لي اللي هو الهدف، وهي طبعا كلها عباره عن سب سيستمز، تمام؟ طيب بالحالة اللي عندي الابويتمنت يحكي مع البيشنت فبيبعث للبيشنت، الكلاينت يحكي مع اللابتري بده يحكي معه. هاي الطريقة شايفين، هاي الطريقة في التعامل، هاي الطريقة هاي انه احكي انظمة دا، يعني انظمة بتحكي مع بعض، ممكن من خلال ايش؟ ممكن من خلال لا كيو سيستم، او ممكن زي ما انت حكيتي من خلال URL اللي هو REST APIs، تمام؟ RESTful APIs أو الويب سيرفيس، ممكن قاعد تحكي مع بعض من خلال الويب سيرفيس، أو ممكن من خلال إشي معين، المهم بتواصل مع بعض مش من الداتابيس، مش زي المونوليثيك، المونوليثيك في داتابيس، والداتابيس كلهم بيحكوا مع، يعني أنا بدي أحكي الابويتمنت بدي أحكي مع الكلاينتس بروح عن طريق الداتابيس، الكلاينت بدي أحكي مع الابويتمنت بروح عن طريق الداتابيس. فهمتي كيف الفكرة؟ طيب لكن اذا بيحكوا مع بعض في الطريقة هاي، هنا صار عندي استراكشر جديد. شو هو؟ الاس الاس او اي. شو يعني الاس او اي؟ طيب خليني اوضح لك هاي الشغلة اكثر، لانه هاي المصطلحات جدا مهمة.
هاي الاس او اي اللي هو سيرفيس اورينتد اركتكتشر، باختصارها سيرفيس اورينتد اركتكتشر. طيب شو فكرتها؟ فكرتها انه في عندي انظمه بتحكي مع بعض زي ما حكينا داخل السيرفيسز، تمام؟ يعني انظمه بتحكي مع بعض داخل بتحكي مع بعض من خلال كيو سيستم، الكيو سيستم زي رابط ام كيو، او يعني في كيو سيستم معينه، او ريست اي بي ايز، واللي هي الاشهر ممكن تكون ريست اي بي ايز، تمام؟ ريست فول اي بي ايز او الويب سيرفيس. طبعا هاي الطريقه ممكن ما بيحكوا مع داتا بيس وحده، هذا الاشي غلط طبعا، ما بيصير يحكوا مع داتا بيس وحده، بس بطريقه الاس او اي بيحكوا بداتا بيس وحده، وممكن مع اكثر من داتا بيس، ما بتفرق، تمام؟ هذا المصطلح فهمتي؟ طيب نيجي للمايكرو سيرفيس، بس خلينا نمحي الاشياء. نيجي للمايكرو سيرفيس. المايكرو سيرفيس طلع شو فكرته؟ بروح بقسم، طبعا مش صحيح 100% اللي انا قاعد بحكيه، نعتبر انه هاي سيرفيس معينه، لانه هنا احنا بلشنا نخربط بين لسي الاس او اي والمايكرو سيرفيس، لانه المصطلحات الشغلتين بخربطوها. هسه بحكي لك شو الفرق بينهم. الابويتمنت عندي، تمام؟ الابويتمنت بيحكي مع الداتابيس مباشره، الداتابيس له، نعتبر انه هاي سيرفيس معينه مش سيستم ابويتمنت، لا نعتبر انه شيء تافه كثير بيعمل ابويتمنت، سيرفيس صغير معين هيك بتعمل ابويتمنت بس. هاي ايش؟ هاي بتحكي مع داتابيس لحالها، هاي الهدف، هاي القصه كلها انه ايش؟ لها داتابيس لحالها. الكلاين الكلينكس العيادات بيحكي في لها داتابيس لحالها. احنا قبل شيء حكينا كلاينتس بس هي كلينكس. في عندي البيشنت، البيشنت في لها داتابيس لحالها، المختبرات لها داتابيس لحالها. فعندي هنا كل سيرفيس لها داتابيس لحالها، تمام؟ طيب يعني احنا حكينا اخذنا هذا المثال وحكينا انه كل واحد عنده داتابيس لحالها، لكن شو السبب اللي بخليني اخلي كل واحدة لها داتابيس لحال؟ شوفي معي، بحالة انه انا عندي مثلا السيستم تبع الابويتمنت معتمد على بيحكوا مع بعض، احنا حكينا هان، شايف كيف الابويتمنت قاعد بيحكي مع مين؟ الكلينكس، والكلينكس قاعد بيحكي مثلا مع المختبرات، السيستم المرضى بيحكي مع المواعيد، فكله قاعد بيحكي مع بعض. لكن الموظفين اللي بيشتغلوا على سيستم المرضى اللي هم الاطباء مثلا، تمام؟ الاطباء لو السيستم تبع الابويتمنت فصل راح يحاولوا يعملوا مثلا شيء بالابويتمنت او يرسلوا شيء للابويتمنت، اذا ما رضي ما راح يتاثر شغل الدكاتره، وصلت؟ يعني شغل الطبيب ولا له علاقه، واذا كمان المختبرات فصلت ما راح يتاثر شغل الاطباء، بالعكس بيجي المرضى بروحوا عند الطبيب، سيستم العيادات بيشتغل وما في اي مشاكل ولا لهم علاقه ببعض، كل واحد سيستم منفصل وبؤدي وظائف منفصله ما إلهم علاقة ببعض، تمام؟ طيب هاي فكرة اللي هي المايكرو سيرفيسز، لكن مش بالطريقة الصحيحة اللي احنا حكيناها. خليني احكي لك شو السبب. في عندي سيرفيس اورينتد اركتكتشر، شوفي طلع سيرفيس اورينتد اركتكتشر، شايفة لما يكون في عندي نظام الابويتمنت، نظام الابويتمنت انت تعرف شو يعني لما احكي لك نظام مواعيد؟ نظام مواعيد نظام لحاله، نظام كبير اصلا. طيب مثلا نظام المواعيد شو بكون فيه؟ بكون فيه مثلا التأمين الطبي، تمام؟ في عندي التأمين الطبي داخله، في عندي مثلا سيستم بالضبط مثلا الايام. طيب في عندي كمان مثلا الاس ام اس فاليديشن، يعني مثلا بده يبعثوا اس ام اس ياكدوا على المريض انه انت جاي مش جاي. في عندي كمان شيء بيتاكد لي من انه العياده، هل العياده فيها مرضى ولا ما فيها مرضى. طب بروح على الاتش ار، بروح بتاكد لي كمان من مين الدكتور انه مداوم ولا مش مداوم، تمام؟ ففي عندي اكثر من سيرفيس، تمام؟ هاي اللي بنسميها سيرفيس. اما شايفي هذا الابويتمنت هو سيستم مع بعض بسوي لي سب سيستم. من ايش سب سيستم؟ من الهوسبيتال سيستم. الابويتمنت هو سب سيستم، تمام؟ يعني اكثر من سيرفيس بتعمل لي سيستم صغير
والسيستم الصغير بيكون سب من سيستم كبير. طبعا مش شرط هذا الاركتكتشر، بس انا دفهمك كيف احنا بنفكر لما نيجي نعمل المايكرو سيرفيسز. طيب هنا عندي الابويتمنت بتقسم حكينا لاكثر من سيرفيس بالطريقه هاي، هذا صار اسمه مايكرو سيرفيس، لكن في الطريقه هاي صار اسمه اس او اي سيرفيس اورينتد اركتكتشر، لو زي ما بنختصر هاي. طبعا هاي مقابلات العمل غالبا بتيجي وبتنسال في مقابلات العمل انه شو هو الاس او اي وشو الفرق بينه وبين المايكرو سيرفيسز. فاحنا زي ما حكينا هو سب سيستمز، تمام، ممكن يحكم على داتابيس واحده وممكن ما يحكم على داتابيس واحده، لكن شو عطالته، يعني شو الاشي السيء فيه؟ اذا الداتابيس صارت داون كل اشي فصل. خلينا نحكي ليش المايكرو سيرفيسز، ليش شو يعني شو هي المايكرو او ليش احنا راح نستعمل المايكرو سيرفيسز. اول اشي الداون تايم، تمام. المايكرو سيرفيس مثلا في عندي المايكرو سيرفيس A is down. That does not mean المايكرو سيرفيس B will be down also. يعني إذا كانت عندي الA down مش شرط برضه تكون عندي الB down. طب لو نرجع شوي، إحنا حكينا هنا السيستم تبع الأبويتمنت في عندي سيرفيس تبعت الـ SMS، تمام؟ فإذا صارت الخاصة في الـ SMS down مش شرط إنه يصير الاشورنس داون، يعني اللي بخص التأمينات داون، صح؟ لا عادي بكمل شغل بس ما ببعتش مسجات، مش مشكلة. وصلت الفكرة؟ طيب او اذا تبع التأمين صار داون مش شرط، عادي ببعت لك SMS ومعمل لك فاليديشن وكل شيء، تعال وبعدين بنشوف موضوع التأمين لما تيجي على هوسبيتال. طيب فهي هي فكرة المايكرو سيرفيس، يعني بقلل لي الداون تايم بالمختصر المفيد. طيب الديبلويمنت، هاي نقطة كثير مهمة. هسا احنا لما نيجي لما احنا نخلص برمجة، تمام، انا خلصت برمجة في عندي برنامج ضخم جدا جدا جدا، مثلا حجمه 2 جيجا او 1 جيجا حجم السوفتوير كامل، ملفات وفايلات وكل شيء حجم 2 جيجا نفرض، تمام. طبعا هو بكون مثلا صار له شغال 10 سنوات او 15 سنه، من حكينا من بكون كود قديم فتجمع فيه داتا كثير، يعني تجمع عندي داتا كثير فيه وملفات كثير وفايلات كثير وفولدرات كثير. لما اجي بدي اعمل له ديبلويمنت من عندي من الديفلوبمنت انفايرمنت للبرودكشن انفايرمنت اللي هي البيئه اللي عندي العميل، هنا راح تطلع لي مشاكل في الديبلويمنت كثير، منها الكونفيجريشن. انا عندي كونفيجريشن مختلف عن عند العميل. ثاني اشي من ناحيه الداتابيس، لو انا بدي اعمل مثلا تعديل على الداتابيس راح تصير عندي مشكله بالرفع كمان. فبشكل عام بشكل عام الديبلويمنت كثير صعب بالنسبه للمونوليثيك ابلكيشن، بيختلف تماما عن المايكرو سيرفيس، يعني لا يقارن. ليش؟ لانه انا مثلا قاعد بشتغل على السيرفيس اللي اسمها SMS، تمام، فخلص انا لما اجي ارفع الاس ام اس لحالها طلع مسهلها صغيره، فاهم كيف؟ او مثلا باجي اشتغل على الانشورنس، ايش ضرب بالانشورنس برفعه لحاله بعدل عليه لحاله برفعه على الديبلوي على برودكشن. في شغله كمان انه بنستخدم اكثر من مش وان تكنولوجي، يعني هاي انا يوزنج مور ذان وان تكنولوجي، ممكن نحكي لها مور ذان وان بي اتش البروجرامينج لانجويجز، تمام. يعني ممكن نكتب سيرفيس باستخدام البي اتش بي، وممكن نكتب سيرفيس باستخدام الجافا وعادي والحياة ماشية، تمام. ليش؟ لأنه ممكن الاسماس مكتوب بي اتش بي عادي، أنا فيندر أعطاني بي اتش بي شغلته كسيرفيس صرت أتعامل معه ما في أي مشكلة. وممكن أنا كمان شغلت الانشورنس على البايثون. طيب كمان في عندي الديف أوبس كالتشر، يعني أنت لما تشتغلي المايكرو سيرفيس راح يصير في عندك ديف أوبس كالتشر كمان. طب شوفي موضوع الديف اوبس، يعني مش عارف صعب اشرح لك اياه هيك في كلمتين صغار، لكن فكرة الديف اوبس ودخلها في المايكرو سيرفيس، انه انا عندي مثلا سيستم معين، تمام، وخلصت ديفلوبمنت عليه، وفي عندي هنا اللي هي البرودكشن انفايرمنت، تمام، عندي البرودكشن انفايرمنت. فانا عندي هنا بالسيستم
بدي اعمل ديبلويمنت، يعني بدي ارفع من عندي من الـ من الديفلوبمنت انفايرمنت السيرفيس هاي، بدي ارفعها للبرودكشن. بس وين الفكره؟ بدي ارفعها في صوره اوتوماتيكلي. تمام. يعني بالمختصر انه ما اتدخل، ما فيها عامل بشري، ما فيها اشي بشري بتدخل فيها. شو قصدي؟ انه بتروح عند اول نقطة مثلا البيلد، بعديها بتروح على التست، تمام، بعديها بتروح بعد التست بتروح على مثلا الستيج، بعد الستيج بتروح على البرودكشن. كل هاي بتنشغل كيف؟ طريقة اوتو لحالها. يعني مجرد ما انا عملت بوش، تعرف الجيت، مجرد ما انا عملت بوش لحاله بمشي بالسايكل هاي. طبعا هاي الطريقة لها تفاصيل كثير ولها قصة كثير، اسمها الديف اوبس. طيب ليش المايكرو سيرفيس كثير بيساعدني في الديف اوبس؟ لسبب. طبعا ديف اوبس الكالتشر او المصطلح تبع الديف اوبس غالبا او يعني بنسبة 90% او ممكن اكثر، ممكن نسبة 99% تسمعي مع المايكرو سيرفيس دائما. يعني وين ما تسمعي في مايكرو سيرفيس راح تسمعي معها ديف اوبس. شو السبب؟ لانه الديف اوبس زي ما حكينا بطريقة اوتوماتيك، شايفة كيف؟ اوتو ديبلويمنت بنسميها، اللي هي سي اي سي دي، اللي هي كونتينيوس انتجريشن كونتينيوس ديليفري او ديبلويمنت. تمام. هاي معنى السي اي سي دي. هاي معناها انه يعني المونوليثيك ابلكيشن صعب يشتغل على الديف اوبس، اللي هو القطعة الواحدة، صعب انه يشتغل على الديف اوبس. تمام. لكن المايكرو سيرفيس سهل انها تشتغل على الديف اوبس. ليش؟ لانه صغيرة. وصلت؟ انت لما تعملي بوش لكود سهلين عمل له بيلد، سهلين عمل له تيست، سهلين عمل له كذا، وبالنهاية بروح لوين؟ للبرودكشن، واموري تمام. اوكي. فانه دائما لما تسمع ديف اوبس راح تلاقي معها مايكرو سيرفيس داخل في الموضوع. طيب ايزي تو تيست، يعني لما يكون انا عندي مايكرو سيرفيس التست تبعها الفانكشناليتي تبعتها بالنسبه للمايكرو سيرفيس هي بتعمل وظيفه. مثلا الاس ام اس سهل كثير اني اعملها تست. ليش؟ لان هي بتعمل فانكشناليتي معينه، فسهل جدا اني اروح اعملها تست لحالها على مستواها. لكن المونوليثيك ابلكيشن نفسه صعب، وكمان بعد ما اخلص التست بدي يروح اذا في عندي كيو اي تيم راح يتغلب في موضوع التست اذا كان مونوليثيك ابلكيشن مش مايكرو سيرفيس. هاي النقطة فهمتيها لانها جدا مهمة. هاي اللود بالانسينج، ذاكرة قبل شو حكينا؟ حكينا ان المايكرو سيرفيس بالنسبة للابويتمنت ممكن يفوت عندي، يعني اذا كان عندي 1000 شخص مثلا، في عندي سيستم A، سيستم B، سيستم C، سيستم D. زي ما حكينا قبل شوي انه السيستم بتحمل 999، اذا دخل عليه 1000 شخص مرة واحدة، تمام، 1000 شخص دخلوا عليه، هذا راح يطفي. ليش؟ لانه ما في توزيع عادل. لكن بالمايكرو سيرفيس شو الحلو فيها؟ بكون في عندي بوابة هنا هيك، يعني زي مكان بروح بشوف وين الريكوست جاييني على المايكرو سيرفيس A، بشوف مثلا السيستم كم الكباسيتي تبعته، كم بتحمل 999، بروح بوزع، والله بيعطي رامات اكثر، بيعطي ريسورسز اكثر للمايكرو سيرفيس اللي هي الاي، وبقلل من الباقي. ليش؟ لان انا لو السيستم نفرض انه عندي 4 سي بي يو، فانا راح اوزع 4 كور، راح اوزع 1 1 1 1. لكن باللود بالانسنج طبعا مش بالضبط اللي انا قاعد بحكي، بس افهميه في الطريقه هاي. تمام. يعني افهم الفكره، الطريقه تبعته كيف تشتغل. في عندي 4، طيب 4 كور، بروح شو بعمل؟ بروح يوزع. هاي انه شاف ضغط كبير على السيرفيس اي، بروح بحكي له تعال انت خذي 2، تمام، وخذ من السي واحدة مثلا واعطيها للاي، لانه الاي عليها ضغط. بعد ما يخف الضغط بروح برجع الريسورس زي ما كانت. فهمت كيف؟ فاللود بالانسنج بوزع، بس ما تفهميها على الكور، يعني هاي انك تحكي كور وما كور مقابل تعمل مشكلة. فانت لا، هو الفكرته بوزع الترافيك، تمام، بوزع الترافيك، لانه ممكن المايكرو سيرفيس الاولى اللي هي تتحمل بس
خلينا نحكي 100 شخص يفوتوا مع بعض لو بنفس اللحظه يكونوا داخلين 100 شخص، ممكن المايكرو سيرفيس بي تتحمل 50 تمام، ممكن السي تتحمل 1000 لحالها، فبقعد يوزع هو، بقعد ياخذ من هاي يعطي لهاي، باخذ من هاي يعطي لهاي، فهيك بصير عندي لود بالانسنج لو بالانس ديستريبيوشن ترافيك اون اور سيرفيسز. هنا المختصر المفيد لكل اللي حكيناه من قبل. شو المختصر المفيد؟ السيستم الكبير عندي في الطريقه هاي، الاس او اي عندي في الطريقه هاي، زي ما حكينا هذا السب سيستم سب سيستم سب سيستم سب سيستم، يعني السيستم الكبير جزأته لسب سيستم وخليتهم يحكوا مع بعض عن طريق ريست او الى اخره، لكن هذا مش 100% شغال. طيب المايكرو سيرفيس لا صغرتهم، شايفين الكرات الصغيره كيف انا صغرتهم، صغرت 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 قد ما اقدر. شوفي هنا شو ظهر عندي مشكله، ايش المشكله اللي ظهرت؟ خليني اجاوبك، صار عندي سيرفيس كثير كيف بدي اعملها مانجمنت؟ في كم من نقطه تحديات راح نحكي فيهم، يعني احنا خلص اليوم بكفي، راح نحكي فيهم لبعدين. في تحديات بتواجهني بالمايكرو سيرفيسز، في تحديات كثير، اعطيكي مثلا من التحديات، من بعض التحديات اللي ممكن تواجهني اني متى اعمل السيرفيس هاي ومتى ما اعملهاش. يعني شو اللي بيقرر اني اعمل الاس ام اس سيرفيس لحالها ولا اشبكها مع اشي ثاني؟ ففي عندي تحديات، فانا نقرر يعني لقدام، يعني رح ناخذ يعني نتناقش في الموضوع هذا انه كيف ممكن نقرر فيها. والمشكله الثانيه المانجمنت اللي ظهرت عندي، صحيح. طب كيف بحلها هاي؟ بحلها عن طريق الدوكر تمام، اني بحط كل واحده في كونتينر، وكمان الدوكر كمان في صار عندي كونتينرز كثير، يعني اذا هذول مثلا 16 مايكرو سيرفيس معناها الدوكر ايش كمان 16 كونتينر، معناها بدي اشي يدير هاي الكونتينرز اللي هو اسمه الكوبر نيتس، وهذا راح نحكي فيه لبعدين ان شاء الله.